مساء الخير يا جماعة، يا ريت بجد يعني اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك شير سبسكرايب يفعل زر الجرس. الفيديو اللي فات انا وريتكم الجهاز بتاع المضرب البيض، المضرب بشكل عام او العجان. دلوقتي بقى انا هعمل معاكم الكريم شانتي لاول مرة، يعني انا هجرب معاكم زي ما انا هجرب كده لنفسي برضو اول مرة. هجرب نعمل كريم شانتيه فيه، معايا لبن يعني 3 ارباع كوبايه لبن، ومعايا و ربع سكر بودره. سكر البودره على حسب بقى كل واحد ما بيحب الحاجه سكر فيها سكر او لا، انا مش بحب الحاجه مسكره قوي. ده ربع كوبايه سكر بودره، وده كريم شانتيه خام. سكر البودره ده عليه الفانيليا انا حطيتها فيه، وده والكوبايه دي 3 ارباع كوبايه كريم شانتيه خام، ده بدون سكر. في بيتباع عند بيتباع يعني في الاماكن اللي بتتباع فيها الحاجات دي، في كريم شانتيه خام وفي بسكر. انا بحب اجيبه من غير سكر لان انا احب اضيف السكر ايه يعني حسب مزاجي، حسب ما اكون انا عايزه ايه، عايزاه الطعم اللي انا عايزاه. دلوقتي بقى هنجرب معاكم، هنحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن ده طبعا ساقع يعني شبه كمان متلج بس على خفيف، لسه ده جايباه من الفريزر. وهحط سكر البودرة اللي فيها الفانيليا ربع الكوباية، وهحط الكريم شانتيه الخام 3/4 كوباية كده مع بعض، وهنجرب مع بعض وهنشوف النتيجة وهنشوف كده. المعلقة مش عايزه تحط، ماشي كده تمام. هنشغل بقى، بسم الله الاول مره. انا عندي هنا 5 سرعات، اعمل اول ولا حاجه السرعه الاولانيه وبعد كده هفضل ايه اسرع. دلوقتي يا جماعه شايفين ان هو عمل فوم شويه، انا دلوقتي هكمل تاني وهزود هشوف. يلا كده اهو معاكم تقريبا في اخر مرحله، ده كده فوم تاني ابتدى يعلق تاني اكتر. هقفل معاكم دلوقتي بقى وهشوف وهجرب. هنشوف بقى القوام بتاعه، القوام جامد جدا، شايفين يا جماعه حلو قوي. طبعا انا اول مره اعمل في الجهاز، و اعتقد ان المقادير كانت كويسة. هدوق مع بعض كده معاكم هنشوف الطعم عامل ايه. الله جامد جدا، حلو قوي والله. اللي عايز بقى بشوكولاتة بيحط شوكولاتة كاكاو عليه، بس برضو هحاول اشغله تاني عشان اعمل فوم اكتر. اهو معاكم تاني وهعمل على اخر درجة كده بقى يا جماعه. خلاص كده انا هقفل عليه كده وهطلع معاكم بقى الكريم شانتيه اللي اتعمل كده. هطلعه معاكم اهو، كل واحد حسب ما بيحب القوام يعني اللي هو عايزه كده. انا اول مره معاكم اجرب الجهاز، بس الجهاز الحمد لله شكله كده تمام. طبعا انا عامله كميه مش كبيره قوي اهي. طب اهو كده هطلع كده كده، شايفين كويس اعتقد كده باين. انا بقى ده اختراعي، انا عندي هنا شوكليت ملونه كده حاجه كده ايه تعمل شكل اهو. ايه رايكم هدوق معاكم كمان؟ ثواني هدوق، هي المعلقه الكبيره بس مش مشكله، هدوق معاكم كمان اهو الاختراع العجيب الغريب ده. جميل جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم.
وانا شايفه ان الجهاز الحمد لله طلع كويس. اللي حابب يشتريه يروح لاي مكان بيبيع اجهزه كهربائيه يقول لهم المضرب الماليزي. شكرا ليكم على المتابعه، يا ريت اللي شاف الفيديو عجبه يعمل لايك وشير سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجايه، اعمل لكم فيديوهات جايه ان شاء الله كويسه وحاجات تعجبكم. شكرا لكم، السلام عليكم.